السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة عن مشكلة بتقابل ناس كتير جدا. ايه هي المشكلة دي؟ ان الكربوراتير اللي احنا شايفينه قدامنا ده بينزل بنزين من خرطوم الفايز. في ناس كتير بتخش على جروبات تسأل الكربوراتير عندي بينزل بنزين من خرطوم الفايز، هي المشكلة فين؟ المشكلة يا باشا بتكون في الكربوراتير، ان العوامة معلقة. طيب انا جايب لكم كربوراتير اهوت علشان اوريكم العوامة بتعلق ازاي. وقبل ما نحل الكربوراتير ده واوريكم شكل الكربوراتير من جوه، عايز اعرفكم حاجه عن عوامه البنزين دي. عوامه البنزين دي بتكون راكبه في الكربوراتير من تحت هنا، ويكون راكب عليها بلف، والبلف ده راكب على مجرى البنزين اللي نازل من التانك بعد الحنفيه. طيب العوامه دي فايدتها ان هي بتملى الكربوراتير لحد منسوب معين، وبعدين تقفل على مجرى البنزين، لانها لو فاتحه على طول، العوامه فاتحه على طول وبتنزل بنزين على طول دايركت، هتلاقي الخرطوم ده بيجيب بنزين والموتور معاك بيشرق، يعني الموتوسيكل معاك بيشرق وما يرضاش يدور. وطبعا انا هحل لكم الكربوراتير ده علشان اوريكم العوامه واوريكم البلف واوريكم مجرى البنزين اللي بيكون نازل من فوق من التانك اللي هو بيكون راكب فيه الخرطوم في المكان ده. طب يا باشا حل لي يلا الكربوراتير ده كده. يلا الكربوراتير بيتحل من تحت بتلات مسامير دول اللي احنا شايفينهم دول، وبتشيل الكوبايه وبتلاقي تحت الكوبايه العوامه وبكات البنزين، بك السلانسي وبك البنزين. حل يلا يا باشا شيل. وده الكربوراتير بعد ما اتحل اهو. طيب ديت العوامه اهيت، ويكون تحتها البلف في المكان ده كده. شايفين المكان ده كده بيكون فيه البلف. طلع يلا يا باشا كده، يلا فور البنز بتاع العوامه. البنز ده بيتشيل اهوت، وبعد ما بتشيل البنز بتشيل العوامه اهيت بالبلف بتاعها. البلف راكب في قلبها. شايفين الجزء اللي هو على سبعه ده البلف. البلف بيكون راكب على مجرى البنزين من داخل هنا كده، واللي بيخليه يعلق اي رواسب او روايش او اي شوائب في البنزين بتيجي ما بين مجرى البنزين وبين البلف ده، وده اللي بيخلي العوامه تعلق، بيخليه ينزل بنزين دايركت ما يفصلش ما يقفلش. طيب ايه حل المشكله دي وايه حل الكلام ده، وازاي اتفادى المشكله ديت واحافظ على كربوراتير الموتوسيكل بتاعي علشان ما يعلقش وما ينزلش بنزين على طول من الخرطوم ده؟ لاني قلت لكم في ناس كتير بتشتكي من البنزين اللي بينزل من الخرطوم ده. الحل يا جماعه بخمسة جنيه، خمسة جنيه تحل المشكله دي خالص وتتفادى المشكله دي. ان انت تجيب فلتر بنزين وتركبه في خرطوم البنزين بعد الحنفيه. شايفين خرطوم البنزين ده؟ خرطوم البنزين ده بيكون راكب في الحنفيه على طول دايركت بعد التانك، يعني التانك اهوت قلبه بنزين، ودي الحنفيه اللي بتقفل البنزين. شايفين الحنفيه اهي، احنا قافلين البنزين اهو، بتنزل بنزين العادي تحت والاحتياطي فوق، والخرطوم بيكون راكب فيها وداخل على الكربوراتير مباشر. طيب احنا بنجيب الفلتر ده، الفلتر ده بخمسة جنيه، وبتقطع الخرطوم من المكان ده كده، وبتركب الفلتر بحيث ان لو اي شوائب في البنزين وعدت من الحنفيه ونزلت ما تنزلش على الكربوراتير على طول، لا توقف في الفلتر. الفلتر ده بيكون فيه مصفى من الداخل بتحوش الشوائب بخمسة جنيه علشان تتفادى مشكلة ان الكربوراتير ينزل بنزين على طول او يحصل مشكلة في الكربوراتير. الفلتر ده نقطع الخرطوم من حد ونركبه وخلاص، وهجيب قصافة او سكينة او اي حاجة او مص واقطع الخرطوم من المكان ده، بس اكون قافل البنزين. باجي على الخرطوم وبجيب الفلتر، شايفين مقاس الفلتر قد ايه، وبقطع حتة من الخرطوم. طب بتقطع حتة من الخرطوم ليه؟ علشان لما اركب الفلتر مع طول الخرطوم، الخرطوم هينتني هيقفل مجرى البنزين. لان لو ركبت من غير ما اقطع الحتة ديت وركبت الفلتر كمان، الخرطوم هيبقى طويل فهينتني، فمش هيخلي الحنفية تنزل بنزين. طيب احنا قصرنا الحتة ديت اللي طول الفلتر اهيت، وهنجيب الكليبسات اللي هي ديت نركبها في الخرطوم اهيت. وكليبس تاني تركبه في الخرطوم التاني اللي هو جوه ده اللي راكب في الكربوراتير دلوقتي. بقى احنا قسمنا الخرطوم نصين، وتجيب الفلتر، الفلتر اهو، الفلتر بيكون فيه سهم، السهم ناحية نزول البنزين، السهم ناحية نزول البنزين. طيب بتركب الخرطوم اهو، الفلتر اهوت في الخرطوم اهوت، وبتركب الناحية التانية اهوت، وتركب كليبساتك فوق وتحت
ماشي، وتتأكد ان الخرطوم مش متني ان هو يقفل بمجرى البنزين، يعني الخرطوم سالك معايا اهو. سالك مش متني ولا معصور ولا مقفول. ده افضل حل علشان تحافظ على الكربراتير هو الفلتر ده. طيب هيجي واحد تاني بقى يقول لي طب انا الكربراتير عندي بينزل بنزين وعايز حل المشكله دي. تعالى وانا اوريك حل المشكله دي. هتحل الكربراتير زي ما احنا حلينا الكربراتير ده، وتنظف البلف ده، وتنظف مجرى البنزين اللي هو ده. ده لو الكربراتير عندك بيجيب بنزين، ده الحل ان انت تنظف بالطريقه دي، تحل الكربراتير خالص وتحل التلات مسامير اللي تحت، وتطلع العوامه وتطلع البلف وتنظف المجرى بتاع البنزين وتنظف البلف. بكده مش هتلاقي الكربراتير بينزل معاك بنزين، وتقفله تاني. اتمنى ان الناس تكون استفادت مننا في الفيديو ده عن حل مشكلة الكربراتير بيجيب